فقد الشرط قد فبعيدة تمشيل عند الدورمي، الدورمي عند حسن فاضل، حسن المدافع التي بعد كرة مرة أخرى، كرة عند فريق الوطن المغربي عند الدورمي، الدورمي ممتازة الجهة اليمنى في الحارس يخرج بعد كرة وسط الميدان كثير ما تشوف فيه اللاعبين التونسيين، الدورمي تدخل ديال الدورمي كتجي أحد دائما الفريق الوطني تلعب بعشرة ديال اللاعبين، تمريرة طويلة في اتجاه كريمو، كريمو تدخل من اسم الخلف وتسلم الكرة للدولمي، هجوم مضاد لفائدة المنتخب الوطني دائما خمسة ديال اللاعبين ديال الفريق التونسي تيبقاو كمدافعين، دولمي أمام الله الجزاء، دولمي ترفع كرة الأوسط لعب كل هدوء، تدخل ديال الدولمي في اتجاه المريس، دائما الكره عند الفريق التونسي، تدخل الدولمي تدخل ناجح وحده خذ الكره، الدولمي عند خيري، خيري خلى الكره في المريس تنفذ لعند الدولمي، الدولمي لعند كريمو اللي ما تمكنش من الكره، مشات الكره عند الفريق التونسي اللي تيحاولوا يقوموا بها هجمات مضاده طريقة ذكيه، اللاعب الدولمي خذ الكره ومرر لعند امام الله، امام الله بغى يمرر للجهه اليسرى فاضل بدوره كان غادي يراوغ ولكن تيجي الدولمي تيحول الاتجاه ديال الدولمي، دولمي أرضية عند كريمو، حصل الكرة كريمو ولكن ضاعت ليه، سقط أحد اللاعبين اللي حصل الكرة وارتكب خطأ رقم 8 غيتنفذ الخطأ من طرف الدولمي، دولمي ترفع كرة عالية في اتجاه أمام الله، ضربة رأسية ديال أمام الله، كريمو ما تمكنش من الكرة، ميزوري كرة طويلة استرجعها الدولمي بكل هدوء لعند أمام الله، أمام الله وراه الكرة عند رويسي، دولمي دولمي القوة ديالو في هذه المقابلة هو في استرجاع الكرات، تميرة من عند أمام الله اللي كان ينتظر الكرات، دخل تيمومي جا الغرف من الخلف، دولمي دولمي ترفع كرة عالية ضربة رأسية في اتجاه كريمو اللي ما تمكنش من كرة في الجهة اليمنى لفائدة الفريق التونسي، تميرة مرة أخرى استرجع الدولمي، لاحظتوا بأن في الوقت اللي أحد اللاعبين دولمي ترفع كرة عالية في اتجاه كريمو تتنزل الكرة، الهجمات المضادة تكون خطيرة، دولمي مرة أخرى الوسط الميدان فيه اللاعبين التونسيين كثار، دولمي رفع كرة عالية، دولمي دولمي عند تيمومي، تيمومي خص يحتاطوا اللاعبين ديالنا من الحملات المضادة، دائما الكرة عند الفريق التونسي، دولمي ارتكب خطأ، ما كانش أمامه شي حل آخر من غير يرتكب خطأ، مرة أخرى اللاعب التونسي سقط، ما كانش هناك شي خطأ قوي تستدعي للبقاء بقاء ديال اللاعب التونسي ملقي على الأرض. دولمي كما تلاحظوا فلاعب ما يحتاجوش نقولوا بانه الدولمي لاعب مثالي، فهذه مساله اصبحت معروفه، تنفذ الخطا، لاحظوا الكره فين تتمشي الحملات المضاده في المنطقه التي يكون فيها المريس مادام انه تيهاجم كثير، تدخل الدولمي بنجاح 8 في الجهه اليمنى نبيل معلول في صراع مع الغرف، خذ الكره الدولمي، الدولمي مراوغه ديال الدولمي ولكن وقع له سوء تفاهم، اخيرا الدولمي تيجا الشرط لفائده المنتخب الوطني لمريس هو الشرط اللي عند الدولمي، خليفه تيرفع كره امام الله، الدولمي الدولمي اللي عند الغرف، الغرف الدولمي، الدولمي اللي عند خليفه رقم 14 تيبعد تمشي عند الدولمي، الدولمي تيبحث لمن يسلمها عند امام الله تيضيقوا كبيرة اللاعبين